إذا عيالك من مواليد ما بعد سنة 2010، لا تخليهم يحلمون بالأحلام القديمة اللي كنا إحنا نحلم فيها، إلا أبي أصير دكتور أو أبي أصير مهندس. غير أحلامهم من الحين، قل لهم يا بابا ترى العالم قاعد يتغير وإحنا لازم نتغير. بسنة 2030 مليارين وظيفة من العالم بتلغى بالكامل. أول وظيفة بتلغى مهندس الكهرباء. 87% من وظائف مهندسين الكهرباء بتلغى من العالم. العالم كله قاعد يتجه حق الطاقة النظيفة. خطوط الكهرباء اللي نشوفها في الشارع كلها بتصير بس حق الشبكات المحلية. المولدات العظيمة بتصير من خلال الطاقة النظيفة. فلازم من الحين أشتغل على ولدي أو بنتي وأغير طريقة التفكير. لا تحلم بشيء لا يمكن تحقيقه في المستقبل. بعض الأبهات كان يحلم أنه يصير طيار، وما زال يزرع في عياله ان ابيك تصير طيار لان انا ما صرت طيار. لا لا، قول له بسنة 2030 كل الطيارات ترى بلا طيار. مقولة قم للمعلم وقف له التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، MIT اكبر جامعة في امريكا قاعدة تحطمها، لان منزلين على الانترنت 130 مليون مادة تعليمية يبون يلغون وظيفة المعلم، مو بالكامل، بتبقى على وظائف صغيرة، بس يبون يخلون التعلم كله موجود على الانترنت. واحنا الى اليوم نسوي ادارات للمناهج ونطبع كتب ومش عارف ايش، ما قاعدين نعلم عيالنا شلون يسوون سيرش، شلون يبحثون عن المعلومه. المعلومه يبون يخلونها افيلبل في كل مكان. احنا ليه الحين نختزل المعلومه في معلم؟ وكل هالاكشن اللي قاعد يصير اليوم بفضل الاعلاميين، في عام 2030 وظيفه مراسل صحفي راح تلغى، راح يحل محل تطبيقات إلكترونية. وظيفة المتنبئ الجوي اللي في بعض الدول يحصلون رواتب بال5000 و8000 دينار راح تلغى، راح يكون مكانه تطبيق إلكتروني. انت بس فكر فيها، اكبر شركة تكاسي في العالم عبارة عن تطبيق إلكتروني اوبر، اكبر شركة عقارات في العالم عبارة عن موقع إلكتروني، اكبر شركة وكالة سفريات في العالم عبارة عن تطبيق وموقع إلكتروني booking.com. حتى وظائف السيلز مانجر قاعدة تتحول إلى مواقع إلكترونية. أصحاب وكالات السفر بعضهم بنوا إمبراطوريات عودة. booking.com بموقع إلكتروني كسرهم. وإذا كنت أنت من اللي عنده وكالات سفر، قول حق ولدك يا يبا ترى ما بوارثك هذا المكان، شوف لك بزنس ثاني اشتغل فيه، لأنه خلاص. وبس هاي الوظائف اللي بتلغى في عام 2030 من العالم كله. حتى وظيفة حارس أمن في فندق راح يحل محل روبوت. أمين مكتبة راح يحل محل روبوت. أكبر موقع للأخبار الرياضية في العالم ما عنده ولا مراسل صحفي. يعتبر كل مشجع في العالم يحضر مباراة، إن شاء الله مباراة التضامن مع الاتفاق البحريني مو السعودي، يعتبره مراسل، يحول له مبلغ دينارين في حسابه بمجرد أنه يكتب له نتيجة المباراة. أكبر شركة تكاسي في العالم ما عندها ولا سيارة، تعتبر كل صاحب سيارة في العالم موظف عندها، تحول المبلغ مباشرة في حسابه. حتى المحاسبين راح تلغى وظيفتهم ويحل محلها تطبيق إلكتروني. العالم كله قاعد يتغير، الصناعة في العالم قاعدة تتغير، الاتجاه العالمي في الاستثمار قاعد يتغير، الوظائف قاعدة تتغير، وإحنا أحلامنا للحين ما تغيرت. إذا تبي ولدك يكون ناجح في المستقبل، لا تخلي يحلم إنه يكون طبيب ولا مهندس ولا الأحلام التقليدية مالتنا. خلي يحلم إنه يكون واحد من هاي الخمسة وظائف، يشتغل في علم النفس الصناعي، لأن المصانع بتحتاج من يهيئ لها البيئة لزيادة الإنتاج. علمه مو بس إنجليزي، علمه خمس لغات على الأقل، لأن البيئات بتصير أكثر تشجيعا على التجارة. علم صيني، علم إسباني، علم أنه يكون موجود في كل مكان يزيد فيه الاستثمار. علم يكون مبرمج، لأن كل شركة في العالم بتطلب من يخليها تزيد في كفاءتها الإنتاجية. إذا قال لك أبا أدرس طب، قل له لا يا يبا، أبيك تتخصص في علم الجينات، لأن في المستقبل راح يطلب أن كل إنسان لازم يعرف مستقبله الصحي مو تاريخه الصحي. راح يطلب أن كل إنسان يتم تعديل جيناته الوراثية علشان يزيد في الإنتاجية. إذا قال لك أبا أصير مدرس كمبيوتر، قل له لا لا، أنا أبيك تتخصص في أمن المعلومات، لأن مستقبلا الحروب ما بتكون بصواريخ ودبابات، الحروب بتكون بقرصنة المعلومات. السلام عليكم، معاكم أخوكم دكتور سلطان العنزي، تخصص هندسة كهربائية من جامعة الكويت.
أبي رد على الشخص اللي سوى فيديو من أعتقد من الإمارات يتكلم على أن لازم نزرع في أبنائنا أفكار وأحلام جديدة، وهالكلام صحيح، وربطها أن في بعض الوظائف راح تختفي وهذا صحيح. وردي في بعض الوظائف مثل يعني مكاتب السفر، أغلب الدول العالمية اختفت فيها مكاتب السفر، خلاص تحجز بالنت وكذا. لكن قال أول وظيفة راح تختفي وظيفة مهندس كهربائي، لأن العالم راح يتجه للطاقة النووية والشمسية والطاقة النظيفة وطاقة الرياح وإلى آخره. هالكلام هذا جدا جدا خطأ، لأن الجامعات في سنة 2025 و26 و27 راح تدرس الشخص اللي راح يتخرج سنة 2030 على الطاقة الموجودة اللي هي الطاقة النظيفة، الطاقة النووية، الطاقة الشمسية. فأنت ما يصير تحكم أنه من الحين لسنة 2030 الجامعات ما راح تتطور ما راح تتغير. كلام هذا جدا جدا خاطئ.